في البدايه كنشكركم جزيل الشكر على المواكبه اليوميه والتتبع اليومي للحاله الوبائيه على مستوى جهه مراكش اسفي. كيف كتعرفوا بان الحاله الوبائيه منذ الى حدود هذه الساعه على مستوى الاقليم ديال مراكش، لان الاقليم ديال مراكش هو الوحيد اللي بقى كيسجل حالات اللي فيه حالات الاستشفاء وحالات اصابه. اما بالنسبه للاقاليم الاخرى اللي كتنتمي لجهه مراكش اسفي فهي كلها كتسجل صفر حاله. بالنسبه للمتعافون عندنا الحمد لله اللي كتقضى بواحد النسبه ديال 87.9%. عدد الوفيات مالوغوزمون سجلنا 52 حالة وفاة. بالنسبة للحالة الوبائية كذلك كيف لاحظتوا بأن كان واحد ظهور يعني ارتفاع واحد نسبي ديال حالات تسجيل حالات الإيجابية، وهذا راجع لظهور بعض البؤر على مستوى بعض الأحياء اللي هي خلتنا نسجلوا بعض الإصابات. ولكن الحمد لله حتى هاد البؤر اللي ظهروا لنا فإن بفضل لجنة اليقظة وفضل الفريق التدخل السريع والمواكبة ديال السلطات المحلية والأمنية تحت إشراف ديال السيد الولي، فإحنا إن شاء الله غنتمكنوا باش نحاصروا وباش نمسوا جميع المخالطين ديال حالات الإصابة اللي غيخليونا نحاصروا هاد الفيروس ونحاصروا العدد ديال المخالطين ونحاصروا كذلك العدد ديال الإصابات الإيجابية. زيادة بأن ملي تنقول بأن كاين العمل ديال المواكبة ديال هاد المخالطين ولا حصر المخالطين، فكذلك كاينة واحد لاكسيون اللي هي كدار كذلك هو عملية ديال التعقيم اللي كيقوموا بها كذلك على مستوى المكاتب حالة الصحة اللي تيقوموا كذلك بالعملية ديال التعقيم ديال المنازل تحت الإشراف ديال السلطات، تعقيم المنازل، تعقيم ديال الشوارع كذلك من أجل حصر هذا الفيروس ومن أجل كذلك يعني وقف انتشار هذا الفيروس على مستوى هذا الأحياء وعلى مستوى. ونتمنى كذلك كان يعني عن طريق هذا يعني جو بروفيت دو سيت اوكازيون كذلك من اجل تقديم الشكر والامتنان للاطر الصحيه اللي كذلك مده دابا 3 شهور احنا، لان اول حاله تسجلت في تسعود في شهر 3 اللي هي واقفه ومجنده ومن اجل التكفل بهذه الحالات ديال الاصابه. واللي كنقول لهم بان خصنا نستمروا في العمل ديالنا، خصنا نستمروا في الـ في الـ في الـ يعني المجهودات اللي تقوموا بها من اجل اخراج البلد ديالنا والجهه ديالنا من هذه الحاله ديال الجائحه ديال كوفيد.